برهان رمزا للسيادة ورمزا للقيادة إن شاء الله بإذن الله. مهما تكلمت الشعب السوداني بتي لحظات بيمل، بيقول لك السيد القائد أو الرئيس خذلنا، لكن أي إنسان ما بيصبر في المعركة دي هو جبان، ونحن إن شاء الله سنتمسك بهذا القائد إلا أن يرس الله الأرض وما عليها بإذن الله. ونقول له يا سيد القائد أدينا تعليماتك وولع نارك دي وقول دار زيادة حطب، المجاهدين جاهزين إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أمشي بالخير، ووعدنا للسيد الرئيس إن شاء الله حنتقابل في مدينة ود مدن الطاهر. جاهزين ليه ولا ما جاهزين ليه؟ جاهزين؟ أبشر بالخير، السلام عليكم.